بل إن الله لما أقسم بتلك الآيات في سورة الفجر فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هذه خمسة أمور أقسم الله بها كلها عظيمة. قال بعدها: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما معنى لذي حجر؟ إنها أيام عظيمة وليالي مباركة أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم، فقال عز اسمه في سورة الفجر: والفجر وليال عشر. هي الليالي هذه التي نعيشها ونحن في ثاني لياليها الليلة أيها الكرام. في قول جمهور المفسرين إن الليالي العشر التي أقسم الله تعالى بها هي أيام عشر ذي الحجة، كما أخرج الإمام الطبري رحمه الله تعالى بسنده عن زرارة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الليالي العشر التي أقسم الله بها هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وكذا أخرج عن عدد من السلف قال ابن عباس في رواية ابن أوفى: إن ليالي العشر اللائي أقسم الله بهن هن الليالي الأول من ذي الحجة. وقال مسروق: عشر ذي الحجة وهي التي وعد الله موسى عليه السلام. وهذا قول جل أئمة المفسرين من السلف فمن تبعهم رحمة الله عليهم جميعا، كما هو قول مجاهد وقتادة والضحاك وعدد كبير من أئمة المفسرين سلفا وخلفا. هذا ماذا يعني لنا أيها المسلمون؟ أن يقسم الله عز وجل بأيام فتكون موضعا لقسمه الجليل وهو الرب العظيم سبحانه. أما إن لله أن يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى، لكنه جل وعلا إذا أقسم بشيء من خلقه كان ذلك دلالة على عظمة شأنه عنده سبحانه وتنويها بجلالة قدره. كما أقسم الله ببعض أجزاء الزمان، أقسم بالعصر سبحانه وبالضحى وبالفجر وبالليل وبالنهار. إقسامه سبحانه بأي شيء من خلقه دلالة على عظمته وتنويه بشأنه. فما العظمة في هذه الليالي؟ وما التنويه بشأنها الذي جاء في هذا القسم العظيم؟ بل إن الله لما أقسم بتلك الآيات في سورة الفجر فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هذه خمسة أمور أقسم الله بها كلها عظيمة. قال بعدها: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما معنى لذي حجر؟ لذي عقل. يسمى العقل عند العرب حجرا لأنه يحجر صاحبه أن يمنعه عما لا ينبغي له أن يفعله. فمن كان ذا عقل حصيف وحكمة نأى بنفسه عما لا يليق به من الأخطاء والتجاوزات وما لا يحسن أن ينسب إليه العاقل. يقول الله: هل يا عبادي فيما أقسمت لكم به قسم كاف لمن كان له عقل؟ أما إنها والله إشارة إلى أن العقل الحصيف والقلب المسلم ينقاد إلى بيان عظمة تلك الأمور التي أقسم الله تعالى بها، ومن بينها هذا القسم بالليالي العشر التي ذكرها الله عز وجل في قوله: وليال عشر هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أي يقول تعالى ذكره كما يقول الطبري رحمه الله: هل فيما أقسمت به من هذه الأمور مقنع لذي حجر؟ وإنما عني بذلك إن في هذا القسم مكتفى لمن عقل عن ربه مما هو أغلظ منه في الأقسام. وأقسم الله تعالى بها وجعلها دلالة على تنبيه شرفها، وفيها المعاني العظام والبركات الكرام التي يأتي ذكرها والإشارة إليها والتنويه بها تباعا. فجعل الله عز وجل القسم بها مقنعا وكفاية لكل ذي عقل يدرك معنى كلام ربه الكبير المتعال جل جلاله: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ بلى يا رب،
فيه الكفاية والمقنع لنا أمة الإسلام، وكلام ربنا على الغاية من التعظيم والإجلال. هي الليالي العشر إذن التي أقسم الله تعالى بها، وهي ذاتها التي تتناول الأيام المعلومات، وتلك منقبة ثانية للأيام التي نعيشها اليوم أمة الإسلام. قال الله عز وجل في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات. وفي قول كافة أهل العلم إن الأشهر المعلومات للحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فقوله سبحانه الحج أشهر معلومات يتناول الشهرين وعشرة أيام، فتقع هذه العشر الأول من ذي الحجة خاتمة الأيام المعلومات، الأيام في الأشهر المعلومات، وهي الأيام المعلومات التي ذكرها الله في سورة الحج في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهي الأيام العشر من ذي الحجة أيضا في قول جمهور أهل العلم. إذن هذه العشر الليالي التي أقسم الله بها، وهي خاتمة الأشهر المعلومات في أشهر الحج، وهي الأيام المعلومات التي جعلها الله عز وجل مناطاً لإقامة ذكره سبحانه وتعالى في مقصد عظيم جليل من مقاصد الحج التي ستأتينا تباعاً.